قلنا وصلنا لإبراهيم الخليل والابن ديالو إسماعيل، ومن بعد غادي ترزق ذرية أخرى اللي بشرت الملائكة الزوجة ديالو سارة اللي هما إسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام. هذوك فلسطين بالضبط في منطقة الخليل اللي كان المكان اللي استقر فيه نبي الله إبراهيم الخليل وإسماعيل والأم ديالو هاجر عليهم الصلاة والسلام اللي في مكة المكرمة البيت العتيق. اليوم غنتحدثوا على هاد الأبناء ديالو، ما مذكورش عليهم الشيء الكثير بزاف، ولكن البركة اللي مذكورة سنسلط عليها الضوء، وبقى لنا الوقت ونستمروا في النبي اللي غيجي من بعدهم اللي هو شعيب. هو في نفس المسار زين نبي الله شعيب اللي غيظهر في مدين، ومدين هي منطقة قريبة البحر الميت اللي هي بركة لوط، يعني غير بعيد عن قوم لوط يظهر نبي الله شعيب والقوم ديالو هما مدين، هما أصحاب ماذا؟ شجرة كبيرة تسمى بالأيكة. وقوم لوط كيف ما قلت لكم كانوا سماهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالمؤتفكة، ما تغلطوا شيء ما بين المؤتفكة اللي هما قوم لوط عليه الصلاة والسلام وما بين الأيكة اللي هما قوم نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام في مدين اللي هي منطقة قريبة من البحر الميت حاليا، هي بركة لوط اللي هي فين مدفونة الآن قرى سادوم الذين كانوا يأتون الذكران دون النساء، وتشي شفناه يوم الجمعة الماضي قلت لكم يطلقنا غادي نكملوا إن شاء الله. فعلا احنا طلقينا وبغلنا الله باش نطلق معكم كما تتوما كتوحشونا تانا كنتوحشكم، وغادي نكملوا معكم اليوم ونشوفوا وقفات عند نبي الله إسماعيل. فإسماعيل كتعرفوا بأن سيدنا إبراهيم كان واخد جوج ديال العيالات، المرة ديالو الأولى هي سارة، باش ما تلفوش كنديروا كتذكير للتثبيت، ما عرفتكم هادشي كاين فيكم اللي عرفوا كاين اللي كيسمعوا أول مرة كاين اللي سمعوا من عندي، وللتثبيت سارة هي اللي خرجت معه من العراق ودخلوا لمصر وبغى داك الملك يتكرفس عليها ودعات عليه وتشل ثم ناط ثم تشل ثم ناط ثم تشل، بعد أهداها هاجر. هي شافت الزوج ديالها بدا كيكبر وهي كذلك كتكبر وما عندهمش الدرية، خصهم الوليدات، فزوجاته بهاجر وأمنا هاجر ستلد إسماعيل عليه الصلاة والسلام اللي غادي يكون نبي. شأن سارة شأن باقي النساء تأخذها الغيرة طبعا، أوحى الله سبحانه وتعالى لنبي الله إبراهيم باش يهاجر بإسماعيل والأمة ديالو إلى واد غير ذي زرع اللي هو فين؟ في مكة المكرمة. كان كيعيا كيوقف في الطريق كينزل الملك يقول ليه لازلت لم تصل إلى المكان المعهود، كتستمر الرحلة كيوقف عاود تاني كيقول ليه واش وصلت؟ يقول لي لم تصل إلى المكان الموعود، بقى حتى وصل لهذاك المكان اللي هو وادي غير ذي زرع. هادشي اللي ما كتقولو شايد ثورات كتطرق القصة دي النبي الله إسماعيل، ولكني كتتكلم على حران وكتتكلم شاي وكتتكلم على طرد أمنا هاجر، وهادشي كامل ما كاينش. داكشي اش كيقول لك القرآن وللصحاح جميع الديانات اللي قبل منه، القرآن الكريم والإسلام هو اللي ناخذ به. كين إشارات الاسم ديال إسماعيل وإبراهيم وهاجر وسارة شي كين، ولكن كين بعض التحريف وكين بعض الحويجات اللي ما كيذكروه هي ما عندهاش أساس من الصحة، لأن ما مذكوراش بأنهم مشاو بناو البيت المقدس كما في صالحهم شو ما يقولوا هادشي. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. القرآن يتكلم عن سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام ويتكلم عن الرحلة حتى هاجر إلى البيت العتيق، وغادي 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 يشوف هذاك المكان مقفر ما فيه لا زرع لا والو، مكة المكرمة ما فيهاش واحات، ما فيهاش
ما فيها حتى شي حاجه، فيها غير الاطلال ديال البيت القديم، وغادي يمشي ويخليهم. دليلنا في القران: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا على المراه والدري ومشى وخلاهم وتصبر امنا هاجر. ولكن دائما انبياء الرسل بحال بحال الرسل عليهم الصلاه والسلام يمرون من اختبار، سال الزاد سال الماء، فبقات تمشي بين الصفا والمروه، مشات سبعه ديال المرات باش توجد واحد النبع خرج عند القدم ديال سيدنا اسماعيل. ومن ذلك اليوم ومن ذلك التاريخ اللي وقعت في هذه القصه الى اليوم، والماء ديال زمزم لا زال يخرج متدفقا من ذلك المكان اللي هي بئر زمزم، لان هي صوبت واحد الحويه صغيره بيديها باش يبقى يخرج منه وتهز منه الماء. داكشي علاش دابا كنمشيو كدير في الصفا والمروه سبعه ديال الاشواط وكتبقى غادي وكتشرب في الماء، كتشرف الماء كتشرف الماء، لان انت عرفتي الاصل وهانتي اختي عرفتي الاصل ديال الماء منين جا. حتى استقرت قبائل اللي هي القبائل ديال جرهم العربيه، وطلبوا الاذن امنا هاجر باش يسكنوا حداها، لانه كان وادي غير ذي زرع فعلا، وسكنوا تما باش غادي يرجع ثاني سيدنا ابراهيم الخليل ويشوف في الحلم بانه راه بغى يذبحوا. وهناك بزاف ديال النظريات الاطروحات كتقول ان بانه راه بغى يذبح اسحاق ماشي اسماعيل، وهذا غلط. خليني نمشي موهوكم، التاريخ واضح، كل شيء واضح، العمليه طرات في مكه، اسحاق ما كانش في مكه، كان في في في, في فلسطين في الخليل، فاللي كان في مكه هو اسماعيل اللي مشى مع امنا هاجر. ما يمكنش ان نبداو مع اسماعيل وشويه نقولوا راه اراد ان يذبح اسحاق، ما يمكنش، هذا غلط وتمويه. فملي بغى يذبحه صدق الرؤيا، الله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم. شفنا كذلك كيفاش انه ساهم في بناء الكعبه المشرفه لاسماعيل عليه الصلاه والسلام، وساعد الاب ديالو حتى وضعوا اللبنات ديال البيت اللي كاين دابا في مكه المكرمه اللي كنمشيو نديروا الطوف، طوفوا عليه سبعه مرات، واللي امر الله سبحانه وتعالى باش يأذن الناس بالحج ياتون رجالا يعني على رجليهم، ماشي رجالا يعني ذكور، رجالا وعلى كل ضامر، الضامر هي الدواب التي تمشي على اربعه، ياتون من كل فج عميق. ولا زالوا فعلا الناس ياتينا على كل من كل فج عميق الى يومنا الان. ولما كبر سيدنا اسماعيل واشتد السعيد ديالو اتاه الله الصبر والنبوة، أرادت أمه أن تزوجه فزوجته من قبائل جرهم من العرب. وكان سيدنا إبراهيم كيدير رحلة ما بين مكة وما بين فلسطين، كيطل هنا شوية وهنا شوية. جا واحد المرة دق على الدار ديال الإبن ديالو، لقى الزوجة ديالو خرجات وشيخ كبير، قال لها واش ما خصكم حتى شي خير؟ قالت لي لا، نعيش في ضنك من العيش. قالت لها وفين؟ قالت لي والراجل كيقول يخدم، ولكني نحن نعيش عيشة يعني ديال الشدة والقهر. قال لها من يجي الزوج ديالك قول لي راه واحد العجوز خلى لك واحد الوصية، غير عتبة بابك. فاش سيدنا إسماعيل عودات ليه شنو وقع مع الشيخ وعودات ليه الوصية، فقال لها راه كيقصدك أنت أن أغير باب عتبتي، الزوجة اللي ما كتسترش يعني السر ديالها وديال دارها وتعودوا لأي غريب ولا تعودوا لأي إنسان، فما تستحقش أنها تكون زوجة. فأرسلها عند القبيلة ديالهم، قام بتطليقها وتزوج بزوجة أخرى. جاء تاني داز الأيام، جاء سيدنا إبراهيم الخليل، فمن غادي يمشي عند تلك المرأة وغادي يسولها، قالت لي لقد أكلنا لحما وأكلنا يعني كتقول يعني من راسها يعني كت لحم وشراب ديالنا الماء وكل شيء موجود، بل اللهم بارك لهم في اللحم والماء. النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ما تطرقوا لهذه القصه، قال ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. ثم قال لها سيدنا ابراهيم فاذا جاء زوجك فاقراي عليه السلام ومريه يثبت عتبه بابه. ومن جاءت عودت ليه قال لها ذلك ابي ابراهيم، والمقصود بثبت عتبه بابك اي انك احتفظ بزوجتك التي يعني حاضية الغيبة ديالك وساترة
العائلة ديالك، ويعني وما كتخرج أسرار وكتقول بأن عيشة بخير وعلى خير. من هنا نتعيد الناس اليوم كاين اللي كاين هذا النوع اللي كتقول لي هذاك يكون مستور الحمد لله، وكاين اللي عدو، ولكن ويا العياذ بالله وعايشكي وعايبكي وحنا ما عدناش وحنا هادي لا، هادشي مخصوش يكون. الواحد يقول الحمد لله ويتوكل على الله وسيرزقه الله من حيث لا يحتسب. هذه هي القصة ديال نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام. بالموازات مع هذا النبي هذا شفنا وقلت لكم ديك النهار فاش كنا كنتكلموا على سيدنا إبراهيم في الرحلة دياله ما بين المدينة أو بين مدينة الخليل نعم في فلسطين ومكة المكرمة، جاءوا الملائكة بثلاثة بغى يعرض عليهم، دار لهم عجل مشوي ما قدروش ياكلوه، خاف منهم، رفعوا اليدين ديال ما بغوش ياكلوا، فخاف منهم سيدنا ابراهيم الخليل، وقالوا لي احنا راه ملائكه جينا لهذا الغرض ولهذا الغرض، يعني اننا نبشروا اننا غنجينا القوم لوط باش كانوا كيديروا الخبائث، لاننا يعني غادي نرجموهم. قال لي مره فيهم ناس مؤمنين، قال لي ولو، قال لي واخا يكون فيهم 10 ولو، واخا يكون فيهم 5 ولو، واخا يكون فيهم 1، قالوا لي واخا يكون 1، قال لي مره فيهم لوط، ولوط مؤمن، لان نحن اعلم بذلك، عارفين بلا لوط وغادي نجيو لوط. وبشروا الزوجه ديالو اللي هي امنا ساره بالرغم من الكبر ديالها، بشروها بغلام، قالوا لها غتولدي واحد الوليد وتسمي اسحاق، بعد اسحاق اللي ولد ولدك يعني ولد اسحاق لي ويعقوب. قالت يا ويلتي الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب. قالوا اتعجبين من امر الله، رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين، وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوبا وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين. يعني هذو الأسباط غادي يخرجوا من بعد هادشي كامل بشر به الله سبحانه وتعالى، أنه من غادي يدمر قرية سوف يحيي ويعطي الحياة اتجاه آخر. يعني هنا السلالة ديال سيدنا إسماعيل اللي غادي تخرج منه سلالة ودرية كبيرة اللي هم العرب المستعربة، خلينا في مكة المكرمة اللي غنبقاو داك النسل اللي غادي يوصل حتى النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ونرجعوا دابا للخليل إلى منطقة فلسطين من غادي تزاد الخوه اللي هو إسحاق اللي بشرت به الملائكة، خوه ماشي شقيقه، هذاك مو هاجر عقله، مو هاجر ولدت غير سيدنا إسماعيل اللي هو نبي، وسارة اللي كانت زوجتها به وزعطاته هاجر تزوج به، يالله ستلد ولد آخر اللي هو سميته إسحاق. إسحاق أي الضحك حسب مجموعة من المصادر، أي أن الشخص اللي كيكون كيضحك إسحاق داكشي اللي شحنت هي، فضحكت من بشرت الملكة ضحكت داك فاش نزلت الدري سماته إسحاق. وإسحاق اللي مذكور في القرآن الكريم في أكثر من محطة، إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. البقرة الآية 133، قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. البقرة الآية 136، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. البقرة الآية 140، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. آل عمران آية 84، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. النساء
الآية 163، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين. الأنعام آية 84، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. سورة هود الآية 71، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سورة يوسف الآية 6، واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سورة يوسف الآية 38، الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. سورة إبراهيم آية 39، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوبا وكلا جعلنا نبيا. سورة مريم آية 49، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكل جعلنا صالحين. وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سورة العنكبوت، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. سورة الصافات الآية 112، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. سورة الصافات الآية 113، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. سورة صاد الآية 45، هذه مجمل الآيات التي ذكر فيها نبي الله إسحاق اللي هو من الأنبياء المبشرين ومذكور حتى في التوراة مذكور حتى في الإنجيل بإسحاق وبهذا الاسم إسحاق. ما هذا ما فيش اختلاف، ما فيش اختلاف، غير كان اختلاف واحد هو أن بعض كنقول بعض العناصر فيهم في الإصحاحات ديالهم في التفاسير كيقولوا بأنه راه هو اللي مقصود بالذبح ماشي إسماعيل، وهذا غلط. احنا عطينا المنطق علاش، لأن العملية وقعت في مكة المكرمة ماشي في الخليل. إسماعيل الذي كان يعيش مع أمنا هاجر، ودائما لاحظتوا في الذكر ديال الآية دائما ما كيجيناش إسحاق وإسماعيل، لاحظتوا إسماعيل وإسحاق، يعني الابن الأول الابن البكر اللي كان ولده سيدنا إبراهيم الخليل مع أمنا هاجر، وليس إسحاق اللي غادي يقلبوا ليه حتى هو يزوجوه. وكانت واحد البلاصة قريبة لهم اللي هي البلاد ديال أم نصارى، يعني خواله خوال الدري هي البلاد ديالهم، واللي غادي يمشيو ويقلبوا ليه على امرأة من تما وغادا يجوجوه من هذيك البلاد، وما غتولدش ليه في الأول، غادي يقولوا أو واش الأب تعطل وحتى الابن ديالو غادي يتأخر في في في, في عملية ديال الإنجاب، ولكن من بعد سيلد لأن الله سبحانه وتعالى ما كيخلوش الميعاد ديالو. قال له إسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب، يعني غادي يولد ولد آخر اللي هو يعقوب. وهذيك المنطقة سميتها لابان اللي هما الأخوال عائلة الزوجة ديالو سارة، وغادي يزوجوه ومن غادي يولد غادي يولد جوج ديال الأولاد توأم، واحد سميته العيس، العرب تناديه بالعيس، وفي التوراة عندهم داكشي كيقولوا لي عيسو أو العيس هو الأول. وغادي يتزاد الدري الآخر شاد فيه عقبه، شاد فيه يعني شاد في أعقابه اللي هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، غادي يتزاد هو الثاني نبي الله يعقوب اللي غادي يكون بشرت به الملائكة قبل، يعني ومذكور في القرآن الكريم في العديد من المحطات خصوصا في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فغادي يولدوا جوج العيس ويعقوب، هادو ولاد من؟ ولاد إسحاق. إسحاق ولد من؟ ولد سيدنا إبراهيم من أم نصارى، خو سيدنا إسماعيل اللي من الأم ديالو الأخرى هاجر. تفهمنا؟ دابا حنا غادي مزيان، غادي الدراري غادي يختلفوا، يعقوب سيسافر ويهاجر عند الخوال ديالو، يعني الخوال ديال بوه تاو مرة خواله ديال جدة عائل جدة سارة
انا جده والاخر غيبقى تما. ويقال الناس اللي كيديروا تحاليل الاثنيه الحضاريه بان العيس هو الاب ديال الروم من نغة تخرج السلاله ديال الروم، وبان يعقوب هو الاب ديال بنو اسرائيل، منهم من يقول انه هو اسرائيل ومنه غادي يتفرعوا الانبياء ديال بنو اسرائيل. ورد الاسم ديال يعقوب عليه الصلاه والسلام في القران الكريم اكثر من 16 مره او 16 مره. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا انتم مسلمون. البقره 132. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق، ديما اسماعيل عد اسحاق، الها واحدا ونحن له مسلمون. قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم ام الله ومن اظلم من كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. شوف هاد الأنبياء كاملين مسلمون. شو كلمة الإسلام وذكرها العهد محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. الأنعام وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هود 71. أو كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبلك إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم ما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يرثني ويرث ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا ذرية النبوءة والكتاب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. سورة العنكبوت. وغادي نشوفوا الأبناء ديال سيدنا يعقوب والقصة ديال يعني من بعد غادي القصة ديال سيدنا يوسف لأنه هو من أشهر الأبناء ديالو. كل شيء غادي نشوفه من بعد هذا من الأخبار رجاء غادي يدير الأخبار الفاصل ديال الأخبار ومن بعد غادي نكمل وغادي يدخل يوسف الحيداوي يدير لكم شوية الأخبار الموجز ديالها وغادي غادي نكمل معكم القصة ديال الأنبياء الله. يلا ارجعوا مستمعينا دائما احنا معاكم مباشره على اتيريدات اصوات. واحد السيد فتملت مصيفط لي شي ميساج ولكني الا كان كيتسمع دابا ما فهمتش. قال لي واحد السيد كفيف فتملت جاتو شي معاونه وشي عون ديال السلطه خذا لي ديك المعاونه ديالو. هو قال المعاونه ديال محمد الخامس يمكن وقال لك يقصد معاونه ديال مؤسسه محمد الخامس للتضامن. شي عون سلطه فتملت هو ما كيشوفش قال لك حقر عليه وخداها لي. نتمنى ما عرفت هادشي اللي فهمت انا من الميساج ديالو. ومصور شي صوره ديال شي طونوبيله ديال شي عون سلطه تما. المهم اذا كانوا شي ناس كيسمعونا في تملات ولا في النواحي ديال تملات ولا في القياده ديال تملات شوفوا هاد القضيه ديال شي كفيف تما. الناس راه كيتشكاو وصيفطوا شي عريضه موقعه الى اخره. المهم داكشي ما مضبوطش داكشي علاش انا ما عنديش اسماء باش نقول داكشي انا يكون مضبوط عندي باش نقول مضبوط. المهم اللي فهمت انا قلته حيت الا كان السيد كيتصنط واللي وجه لينا هاد الشكايه. المهم حنا قلنا الا كانت شي حاجه صح لينا نضبطوا
اللي فهمت هو عون سلطة خدا معاونة ديال شي كفيف حرموا منا علاش وكيفاش تمت العملية ما عداش حيتيات في الموضوع. ونرجعوا القصة ديالنا وصلنا لسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. قلنا ما كانش يعني هو التوأم دياله وقع خلاف بيناتهم العيس اللي مذكور في الثورات بعيسو اللي غادي يبقى مع الأب دياله إسحاق و سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام سيسافر غادي يمشي للأرض ديال خواله خوال مو أو ماشي مو خوال جدة اللي هي سارة البلاد ديال جدة اللي هي موت إسحاق عليه الصلاة والسلام. وتما غادي غادي يولد 12 ولد وبنت وحدة ومن الأبناء ديالو واحد فيهم أكثر ذكرا في القرآن هو نبي لأنه فيض عليهم الله سبحانه وتعالى سر لهم الملائكة إسحاق ويعقوب ومن الدرية ديالهم كل شيء والأصباط من بعد يوسف وبنيامين والأم ديالهم هي راحيل بنت لابان هي بنت خاله والأبناء ديال روبين ويهودا ولاوي وشمعون ويسكر وبنت واحدة اسمها دينا والأم ديالهم هي ليا بنت لابان وهي أخت راحيل. يعني ديك الساعة ما كانتش الشريعة أنه حرام يتزوج الأختين يتزوج بليا وما بعد يتزوج براحيل وما كانش كتولد راحيل ملي غتولد غتولد سيدنا يوسف وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وعشير وتهم عندهم الأم ديالهم وكبر الدرية ديالهم وغادي يرجع في الأخر ويعقد الصلح مع الأخ ديالو عيسو في الثورات اللي هو العيس ويرجع عند الأب ديالو ويحضر ليه حتى الوفاة ديالو. وملي توفى بعد القصة اللي وقعت لي ديال سيدنا يوسف بعد سن 180 سنة دفن في الخليل اللي هي المنطقة ديال جدهم الأول اللي هو إبراهيم الخليل فلسطين غادي يبني حتى بيت المقدس اللي غادي يكون هو محج ديال الناس اللي غادي يبقاو يجيو ليه مع رفقة الأب ديالو إسحاق. غادي السلالة ديال سيدنا يعقوب اللي مشى ومن بعد 20 عام غير رجع مع درية كبيرة 12 وال ولادو غادي يكونوا تزوجوا تاهما وولدوا وداروا الغنام داروا يعني قبيلة ولات قبيلة خرج بوحدو ورجع بقبيلة. يعني الله أفاض الخير لمن نشوفوا هنا البعد ديالها الوجداني والبعد ديالها الديني والبعد ديالها العقائدي أن المرأة اللي وصلت الدرية ديالها لهذا الموصل اللي هو الآن الكرة الأرضية شوف شحال فيها كانت ما ولدهاتش وقطعت الياس كيف ما كنقولوا بالدارج ديالنا قطعت الياس في الولادة بقاش كتولد وكبرت لدرجة أنها جابت المرة الأخرى أعطت الزوج ديالها باش يولد باش تشوف الفرحة أنها كانت تحب زوجها خاص تشوف فيه الفرحة في الأعين ديالها. ولو أن المرأة ما تبغيش تتقاسم الزوج ديالها مع امرأة أخرى ولكن خلات سيدنا إبراهيم يتزوج بهاجر باش يولد مع إسماعيل بالرغم من أنها غارت وهاجرت. وهنا تأتي الملك شوف الحكمة الربانية أنها من وصلت اليأس وما بقاتش كتقول أنا غنولد. وهذا ميساج كذلك لواحد مجموعة من الأشخاص رجالا ذكورا وإناثا اللي محرومين من هذه النعمة هذه ما يتقلقوش وما يأسوش من رحمة الله. شو المرأة وصلت عجوز قلت لي وزوجي شيخ فعلي هذا شيء ما هو كبر ويكبرت ولكن الحكمة دي الله انك يبغي يفيض الخير أفاض قال غادي موهبوك بولد وغادي يكون نبي وإسحاق ومن بعد منه يعقوب اللي هو توا نبي وغنديروا النبوءة في البيت ديالكم. أنا قريت لكم الآيات قبيلة شوف فين وصلت هذه الدرية هذه زاد إسحاق إسحاق ولد التوأم اللي هو العيس ويعقوب اللي غادي يمشي ومن بعد 20 سنة غيرجع بقبيلة برمتها دير الدرية ديالو اختشي أربعة ديال
النساء اللي كان مزوج بهم فيهم جوج خواتات إيليا و و ورحيل وغادي يولد درية على قدة. شوف الخميرة فين فاضت. شوف الله ملي كيبغي لك عقائديا كنا ودينيا ووجدانيا الواحد ما يقطعش الأمل من الله سبحانه وتعالى. أصابه مرض زواج عكس ولادة، والولادة مجتمعين اليوم مجموعة من المجتمعات كتعتبر معاناة حقيقية، خصوصا من كي يخرجوا الاثنين من عند الطبيب ينتظرون النتيجة. وش العيب من الأب ولا من الأم؟ لقيناه من الأم مصيبة. العائلة هذه الرجل نودي دا نجوجوه بوحدة أخرى، هذه ما كتولد شيء عاقر. لقيناه من الأب صبر المرة تتعيا، ولكني في الأخر يقول لها رما ما ماه الدري كما، ولكن كينين بنات الناس الصابرات كما صبرت أمنا سارة، فجزاها الله أنها انفجرت من 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 الرحيم ديالها عين ديال ماشي أشخاص، لا فقط أبناء ولا درية، ولكن درية من آل البيت فيهم النبوة، السلالة ديال الأنبياء ديال بنو إسرائيل خرجوا من رحم أمنا سارة كما خرج من رحم أمنا هاجر السلالة ديال الأنبياء العرب سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يعني المرأة كتصبر، الرجل كيصبر. كاينين قصص ديال الرجال الله يجزيهم بخير أنهم كيعرف العيب منه كيخاف من الأسرة ديالو، تقول ليه طلق المرأة ولا جيبها لها ضرة، كيقول لهم العيب مني أنا، هو كيلصق فيه التهمة باش يحافظ على الزوجة ديالو، يحافظ على سرها وتبقى عايشة معاه. والعكس صحيح، إذا كان النفوذ ولا ماديا عند عائلة الزوجة كتقول لهم مرة مني الرجل ما فيه تشيعي، ولكن هو يحبني ما بغى يبقى معاه، وإن عارف راه هو اللي فيه العيب. أنت تريد، الله يريد، الله يفعل ما يشاء. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا يقول له كن فيكون. أنا كنعرف أن بزاف ديال الأمهات وحتى الآباء كيكونوا كيستمعوا، كنتمنى بحال هاد القصص تكون هي متنفس ليهم. هادي قصص ماشي جبناها من روسنا ولا سيناريو مكتوب ولا رواية، لا، هذا حقائق، هذا تاريخ. وإلا كان التاريخ القرآني يكون أكثر تثبيت وأكثر صحة. لا يشوبه الزوير ولا تدخلوا إيديولوجيات سياسية ولا ثقافية ولا دينية، لا، ده عقيدة إيمان وجمعت عليه الديانات شير وحدة شرائع سماوية بثلاثة. كتذكر هذه القصص، كين اختلاف طفيف على مستوى الثورات، ولكن الاختلاف هامشي اللي كيقولوا تحريف هامشي ماشي في الجوهر. يمكنش ما غيروش أسماء، يمكنش أنهم ينكروا إسحاق وينكروا يعقوب، لا، هادشي ما تغيرش. كاين حويجات أنهم عوض سافروا لهذا المكان، راه كيقولوا ما سافروا لمكان آخر، عوض أنهم قاموا بهذا الشعير هنا كيقولوا راه دارت في بلاصة أخرى، فقط شي حاجة اللي هي هامشية. ولكن الحقيقة ديال تأخر المرأة في الإنجاب الأم ديال المصارى والوليدات اللي ولدوا التوأم، هادشي كامل متبوت في الثورات كما متبوت في الإنجيل كما متبوت في القرآن الكريم اللي هو صحح وحيد جميع يعني الحويجات اللي هي غير صحيحة. أنه نبدأ مزيان هادشي اللي كنقولوا مزيان. مرحبا بك نعيمة. مزيان هادشي يكون، وخليوا الأمل في الله سبحانه وتعالى، خذوا العبرة كما خدينا هذيك المرة من المرأة اللي كانت كتطلب سيدنا موسى وكيقول كتبناها عقيم، ومن بعد هي كتقول يا رحيم، وقال رحمتي سبقت قدرتي. ناخذوا العبرة اليوم من القصة ديالنا ديال ثلاثة الأنبياء، ديال النبي اللي هو النبي اللي هو خليل الله والأبناء دياله، وشوف مسألة العقم
شوف مسألة تأخر الولادة فين وصلات. المشكلة أن الدرية ديال أم نصارى ما وقفات عند سيدنا يعقوب، لا زالت لحد الآن تتوالد. لذلك لا تيأسي أختي، لا تيأس أخي من رحمة الله التي وسعت كل شيء، لا في المرض، لا في الولادة، لا في الزواج، لا في الرزق، لا في الصحة، لا في أي حاجة. فدائما الله سبحانه صحيح كتاخذنا المناحي ديال الحياة، صحيح كتجي وسوسة الشيطان، صحيح كتجي بعض الحويجات اللي كتجرنا وكتخلينا إيمان ديالنا بعض المرات كيضعف، وبعض المرات كينقص، وبعض المرات كتقول مالي أنا من دون عباد الله، إلى غير ذلك إلى غير ذلك إلى غير ذلك. ولكن حقيقة الأمر كتبقى هي الحقيقة الراسخة، حقيقة الدينية العلمية ديال الله سبحانه وتعالى، هي الأساس ديال كل شيء. والله يوفقنا لما فيه كل خير. كنت باغي ندرج لكم اليوم حتى القصة ديال سيدنا شعيب، قلت لكم في الأول، ولكن ما يمكنش، يكفينا الوقت. قصة نبي آخر عربي ثالث في التصنيف العربي بعد هود وصالح، وأما في التصنيف ترتيب حسب الأنبياء فالفترة دياله بعد سيدنا لوط مباشرة، لأن ما وقع لقوم لوط في قرى سدوم اللي في البحر الميت الآن سمى ببركة لوط، ويقال والله أعلم لا زالت مدفونة إلى حد الآن مدين غير بعيد عنهم في منطقة تسمى مدين. هذه بعث الله نبي عربي آخر اسمه نبي الله شعيب، والقوم دياله الذي كانوا يعبدون شجرة الأيكة. وصحيح دائما المؤتفكة هم قوم لوط، وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب. نتمنى أن تبقى محافظين على هذا الإطار اللي بدينا به، من سيدنا آدم إلى سيدنا إدريس إلى سيدنا نوح إلى سيدنا هود إلى سيدنا صالح إلى سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل سيدنا إسحاق ويعقوب، ومعهم سيدنا لوط، باش نجيو دابا لسيدنا شعيب. هذا هو يعني الترتيب ديالهم الزماني، الحكي التاريخي ديالهم، وترتيبهم حسب النزول أنبياء الله أنهم رسل وأنبياء أولي العزم صلوات الله عليهم، هو الترتيب ديالهم. وبعد غتكون كذلك قصة أخرى شيقة عندما نعود عند بني إسرائيل نعرج على أحسن القصص، وقربتم توصلوا لها نهار 15 أو لا فتوها، يعني قريتوها في, 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 في الأحزاب الفيتة والبارح 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 في اللي كيقرأ حزب في الفطور في مورا العشاء وحزب في السحور، قد يكون داز على القصة ديال سيدنا يوسف ودخل القصة أخرى، يعني من أجمل القصص هذه سينطرقوا لها. وكان سيدنا يعقوب باقي حي، وكيفاش الإبن دياله، كيفاش غي مكروبي الإخوان دياله، كيفاش غي سافر إلى مصر، والسبب ديال دخول بنو إسرائيل إلى مصر. الكثير منكم يتساءل عن كيف وصلت قبائل بنو إسرائيل من الخليل في فلسطين إلى مصر واستوطنوا مصر. كان السبب ودخول سيدنا يوسف، وغادي يبقاو إلى مجيء نبي آخر هو الأكثر ذكرا في القرآن الكريم، اللي هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في مصر، وكيف سيواجه الفرعون. باش القصة ديال سيدنا يوسف مع الملك والبقرات السمان والعجاف، وسيدنا موسى مع الفرعون، ويقال والله أعلم إنه الفرعون رمسيس الثاني. المهم هادشي كامل مازال غنشوفوه حنا ما يخرج سيدنا رمضان إلى حيانا وحياكم الله، تنكونوا درنا إطلالة على تاريخ الأنبياء والرسل، باش نستأنفوا مرة أخرى في كل جمعة نديروا حكايات أخرى من القرآن الكريم من صحب الأنبياء. أقص عليكم فقط تاريخيا وليس فقهيا، الفقه ماشي من اختصاصي، اختصاصي الأحداث التاريخية، ولكن كلما سمحت الظروف باش نعطيه بها مثال من الواقع ديالنا المعاش كنعطيه. بحال اليوم مثلا من شفنا الأم ديالنا سارة كل أسبوع هذه وحنا كنتكلموا عليها، وشفنا كذلك المقاربة الأخرى أن الملائكة جات لجوج ديال الحويج وسبقوا لنا البشرة ديال التكاثر هي الأولى، عاد البشرة ديال الطوفان هي الثانية، أو ماشي البشرة الأخرى، النعي ثم البشرة. فقالوا لها راكي غتولدي إسحاق وبعد إسحاق يعقوب، وكلهم غادي ياخذوا النبوة، وجينا كذلك لكي ندمر قرى سادوم. يعني الله سبحانه وتعالى ما كيمحيش حتى كي يعطي، اللي كنقولوا احنا تكيفيض فاضت الخميرة هذه الدرية الصالحة المرأة اللي يأست من الولادة، ومن بعد أننا غادي نحيدوا هادو لأنهم عاتوا فسادا وداروا جرائم تشي واحد في الحياة ما عمره ما دارها منذ أن خلق الله الكون. هادو غادي يمشي وغادي يشوف المقاربات الجميلة جدا تسمعنا في القرآن، نتدبر
في الحكايات القرآنية كنوجدوا فيها قصص جميلة مريحة مطمئنة. داكشي علاش انت ملي كتعيش شي مشكلة وادي وكتقول بأن الطريق تسدت وما غاديش نلقى شي ساروت ديال شي حل نهائيا، كتنزل عليك الرحمة ملي كتلقى ملي كتشوف شنو وقع الأم نصارى، سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، سيدنا إسحاق، إبراهيم، فكترتاح. وغدا إلى حيانا وحياكم الله نشوف شنو يوقع لسيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام مع أصحاب الأيكة. باسمكم سمينا كنحيو المخرجين اللذان رافقاني في إخراج هذه الحلقة، سيف الدين البلغيتي وإبراهيم وديبي. كنحييكم مستمعينا خارج أرض الوطن، وكنحيي دوك أفراد عناصر الجالية اللي شدوا لي هذاك خينا وكانوا يشدوه في الحق عطيو شي سلخه، ولكن مزيان عملي تشوه وتعرفت الهويه ديالو. هذا هو اكبر انجاز، وكيكونوا الناس الحرار المغاربه الحرار اللي كيحبوا الوطن ديالهم مالكم وبلادهم داخل وخارج ارض الوطن. كنحيي اخوتي المغاربه في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب وفي جبال الاطلس وفي اي منطقه كنتوا. اليوم 13 من سيدنا رمضان، استقبل 14 وبقى يوم واحد غيفصلنا اللي هو غدا على النصف ان شاء الله، ملي غتوصل النص ديال القران. صورتين جميلتين في نصف القرآن الكريم، صورة مريم العذراء وصورة الكهف، كيتوسط القرآن الكريم. ففي الحزب 30 غتكون وصلتوا لي إن شاء الله، أن دابا غتكون وصلتوا الحزب 27 28 29 و30 غدا إن شاء الله في الليل توصلوا النصف ديال القرآن الكريم. تقبل الله منا ومنكم، وكنتمنى أنني تقاسمت معكم لحظات جميلة وتكونوا تتم قضيتوا معي وقت جميل في أي مكان ثم كنتوا فيه. إفطار شهي أتمنى لكم فيما كنتوا بالصحة والسلامة والعافية، والدعاء المستجاب كيكون في آخر الساعة ديال النهار قبيل الإفطار حتى بعد الإفطار بلحظات. أتمنى بالله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم. نحبكم في الله، أقول لكم السلام عليكم. هذه تحية من زميلكم صديقكم الوفي لكم دائما وأبدا على أثير إذاعة أصوات عبد الكبير حزيران. السلام عليكم.